بدينا في دبي، لازم احضن 30 مشهور. بدينا مع حسين بن محفوظ وابو فله، وسافرنا الاردن وقابلنا سبعه شمعه، بان عليان ومحمد نبيل وسام قطب، احمد العمري وعمر رمال ومحمد صباغ. الحين رايحين نحضن اخر مشهير، عشان تعرفوا مين المشهير اللي حضناهم تابع الحلقات السابقه. السلام عليكم يا عيال، كيف الحال؟ جبت لكم مقطع جديد، وحنا الحين دي ام اس. فطبعا ايش جاي دي ام اس تتوقع؟ اهم شيء شرط الثاني الف ألف مبروك، الله يبارك فيك. الحقيقة أديت مهمتك على أكمل وجه. لا تنسى لك شطار حبيبي. اسمع، جين دي ام اس نبغى نحضن عمر حمدات، فالحين خلينا نخش عليه وأتوقع إنه مشغول. السلام عليكم، كيف الحال؟ هلا والله، هلا حبيبي، هلا أحلى حضن يا حبيبي. شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. شو البديات الحلوة؟ حلوة والله. ايش تبغى تقول المقطع؟ الجماعة هذا الشاب طاير، تابعوه لانه بيستاهل، انه بيتعب حاله وبيحب الشيء اللي بيعمله. يا حي الله يسعدك يا عمر. فهموش طبعا، هو بتعرفش هو سعودي ولا اردني ولا غريب، عرفت؟ بس الميكس حلو. الله يسعدك، شكرا حبيبي. الحين انت تكون الشخص 23، فباقي سبعة. هانت معلم، خليك قاعد لنا بالشركه راح تلاقي سبعه. ابشر، يعطيك العافيه حبيب قلبي. ريال حبيبي، يعطيك العافيه. الله يسعدك. كيف حالك ساره؟ ان شاء الله كل شيء تمام. اهلا اهلا هاند شيك. الحين اسمع، اهلا، مسوي سلسله لازم اعطي هاند شيك او احضن 30 مشهور. فانت الحين الرقم ال 24، فايش حابه تقول اليوتيوب؟ بحب رقم اربعه والله، ف 24 جود. والله انا يعني الهاند شيك، انا هاند شيك عوني قويين كذا دن كذا دن، خلاص ثبتناها. يعطيك العافيه. رقم 24، رقم 24 اكمبلش. شكرا ساره، يعطيك العافيه. شكرا. طيب عيال، حاب احكي شغله واحده، انا متامل لك مستقبل كبير، بس يا حبيبي على على السائل اللي انت بتعمله والله غير توصل باذن الله. باذن الله ويعطيك العافيه. وتذكر الفيديو هذا الحين، خلاص فيديو متفائل لك يا حبيبي. شكرا يا حبيبي، الله يسعدك. طيب الحين احنا في ديمس، طبعا معنا ساره. ديمس وهذا فطعوط. فطعوط صح اسمه كان؟ والله ما ادري، تخطى. انا ما اسميه، هذا اسمه فطعوط. فطعوط خلاص دن. فطعوط سلم على اليوتيوب. السلام عليكم شباب، سووا سبسكرايب حق ريال لانه يسوي فيديوهات مره نار. يا شكرا. هذا العيون فطعوط. فطعوط سووا سبسكرايب يقول، واذا ما ترجع فطعوط يطلع لك في الليل من المخده. هذا لازم يسوي سبسكرايب. اكيد ما يسوي سبسكرايب يا جماعه. ايوه هاي باي باي، خلاص دن ان شاء الله شباب. طيب يا عيال، الحين زي ما تعرف حضرنا 25 شخص، باقي خمس اشخاص، والحين راح نحضن الشخص 26. ف هلا والله، هلا بالشباب، هلا والله، هلا والله، هلا. ايش حاب تقول لهم؟ عطني منعيش بالزعتر. والله يا حبيبي، يا عيال زي ما تعرفوا الحين حضننا مليون واحد، فالحين راح نحضن شخص 26. ف انا كنت 26. اسمع ما عليك، انا 27. انت 27 كنت هيك عشان انا رقم 27 يا شباب. ايش تبغى تقول اليوتيوب؟ لايك شير سبسكرايب حبيبي، بحس هذا احسن شيء، هذا احسن شيء. خلاص خلاص حبيبي، سكر يا شباب. في برنامج في رمضان اسمي عبد الله ويس، قناتي في الكومنتات اذا ما حطها بالديسكربشن انا بحطها خاوي. وقناته اول واحد في الوصف. ريان خوينا، اول واحد بالوصف. بالوصف اول واحده، اول واحده. تمام خلاص زين، شيء ثاني. الحين يا عيال رايحين نحضن الشخص اللي بعده، فهذا الجزء الثاني، عشان تعرف مين هو لازم تتابع المقطع للكامل. وشكرا لكم على كل شيء، لا تنسوا لايك والاشتراك، وحبكم، تابع المقطع يا حبيبي. السلام عليكم، معكم ريان جديد، جايب لكم مقطع جديد. زي ما تعرفوا بدينا من دبي، والحين احنا في الاردن، حضننا ابو فله وحضننا مشاهير كثير، فالحين رايحين نحضن مشاهير كثير بعد. فلا تنسى لايك واشتراك عشان تعرف مين هم المشاهير، تابع المقطع للنهايه. لو اتوقع ان هم مدري ليه هذا هو. والله مدري. هلا والله، كيف الحال؟ ارحب ارحب. السلام عليكم. هلا والله، كيف حالك؟ ان شاء الله كل شيء تمام. والله الحمد لله. ايش تبغى تقول يوتيوب؟ هلا 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 والله، امسك هذا. يا عيني يا عيني، عملت لايك ولا لسه؟ عملت اشتراك؟ قول لي يا كبير ايش بدك؟ الحين انا مسوي سلسلة، قمت احضن 30 مشهور، فباقي لي تقريبا 6 مشاهير. عشان تعرف من هذول المشاهير لازم تتابع المقاطع الكاملة، في مقاطع مرة فخمة، إذا أنت ما شفت ايش قاعد تسوي؟ قاعد تخرب على نفسك مرة كثير، لازم تروح تتابعهم يا ولد.
ست ضايل؟ ست ضايل من اصل 30. والله وحش حطول. والله كفو. انا ابغى احضنك وتكون واحد. السؤال قوي، انت كيف اقنعتهم انك تحضنهم؟ انا هذا الشيء مش فاهم. اسمع، رحت عندهم قلت السلام عليكم شباب، انا مسوي سلسله احضن 30 مشروع. بقول لهم اول واحد حضنته ابو فله، فبقول لي اوكي. هم بقتنعوا بابو فله. ايوه ايوه كذا. ابو فله يرخيص. رخصت عشان حضن. شوف يا كبير. ايوه. انا الحضن عندي مش بالساهل. ايوه. ايوه طيب. تعال معي. بسم الله والحمد لله. تعال وانت مفكر فكرني زي ابو فله احضنك هيك. اسمع، انا عملت تحدي اني اوقف على ايدي. اوكي. تعرف توقف على ايديك؟ جرب. ومفكر جاي يحضنني بالساهل، ليش يا حبيبي؟ انا شوف قعدت دقيقة و15 ثانية. يا ساتر. إذا تعديت دقيقة و15 ثانية بحضنك. حلو الكلام؟ اوكي اوكي. تمام موافقين؟ اكتبوا تحت بالكومنتات، يلا يا كبير وقف. هنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة. يا ولك عارف؟ لا عشان انت حبيبي مشلول ضعيف ضعيف كيف خلاص بسامحك بدك اعملها قدامك؟ هي سويها. يا عيال والله ما ادري، حاولت اسويها بس خفت اتشقلب. اها لا والله شو كيف انا مش دخلول. شلت اخوي. انا مش دخلول. بس عادي 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 تعالي. طيب احنا طيحنا. تمام هيك؟ تمام كده هيك ضايل لك خمسة صح؟ اكيد ضايل لي خمسة. بس انا عندي سؤال صغير. انت بعد هاي السلسلة ما تخلص. ايوه. ايش ناوي؟ في فكرة حتفجر الدنيا. ايش تبوس المشاهير؟ هذا هو كان يا جماعة الفيديو لليوم، لا تستعملوا لايك سبسكرايب ونشوفكم على الفيديو الجاي مع مشهور جديد حنحضنه. مع السلامة.